إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين 3 اختيارات كلها تعتبر حقا لك ولك أن تختار منها ما تشاء. أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك، فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا وإن كان فاجرا. الاختيار الثاني أن لا تدعو عليه في الدنيا، ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس بالدنيا، لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا، أما إذا لم تدعو عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه، أو ستعطيه أنت من سيئاتك. ما هو الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك.